Merde, eu vou te educar na madeira. Merde, eu vou te دقدر ديما تودل كي وان نبات دقدر ديما تودل كي وان نبات دقدر ديما تودل كي وان نبات انكو بلابه ماركا اوغو هر ريسا سومالي لان دقال كي اي لقشي هر لاس عانوت ميلا قجب ايا كسو قارتي قيبتا كوبادة برامشكا ايقا قوو قيبتا لبادة برامشكنا قدوميه قلها وكيلها سومالي لان او يري هرقالها وزير كوري يو جنرال مهد عباشي عنو الله مدميه وحان نمتلا غير لاس عانود قيب تصدح هذا برامج كان حلبان محمد عبيب او لو قناحي حاد رنطة وشاكتاي بل مركو بربوري ربو دادك عافك اللقبتاه انت انا وحادن او قدبين وحان كا عطسانيا مقال كاينة غشير كريسو لكن سارتو بيش كيق أبو أنقراد نور حسين أدفلو دكو سوقباتو ما أنتي سنبعة أي اللي اسكو فايدية سنبعة أي داها اللي اساقا قاضية ما ملكي سو مالي لان اي قمات كبالانك جيسر اي قبل كسول مقالة الله سعانوت اي حرون تا قبل كسول ما قجب أي كسو قارتي دقالكي اي كو قلين الله سعانو جبك كوباد وحو كسو قاري سومالي لان لودا اللي يهي دادكي لوغو شاكي جري اي مانتا عيدا مدي سومالي لان اي حسوقيان اي بربورينيان اي اسر نعيب وقماضيان وجبك كوباد اي كود نعي مرايض ده سومالي لان جبك اللباد اي كود نعي وقوة دي اي افر ايا صدن سنادوت نسايين اي ودن مبادن اي اسلاحايين مامول كاسي ومامول قوة دي استي او اوود ياشي عيدا مند استي او دارار دلين يرا عريسن اي مريها كفيقتاي ملكنا كقبستاي اوود دي سي او وحكما جيران نغطي جبك سدحادنا وأمدح بناني ذي عالم كاللغا الرادين ايي ايا اعتراف كي افر ايا صدون سنغوط للرادين ايي او كسو دماضي حسوق او حسوق كسو دماضي جبك افراد جبك افراد سومالي لان مركي عالم كتاكتو واعترادا سومالي ايان حسوق ذي ان ان كقعنو ايان نرمنا حسوقي عيلة اي كود دعوين اي سي اي سوماليا كود دعوين اي سي اي هالكي قبيل اي مدح بناني ده كو قادن لهايد كود لفتين اوه اياجا ايا مانتي حسوق ليسكو اقو قران يهي لغان ايابو ان عناقبتين دقالة عناقبتين صفر ايوه مدح بناني دي او سعد لوگو ديدو اي كان دحلان جبكا سناد اي سو قاري ما ملكا سو مالي لان بيس عالمكا نقاليه اي كو بحجرتي او اي او شاقا جرين دولد نمو اي داد ميلا فوق فوق هيكسان ايو قبيالات دانا كمدح بنان او دوان كفير صدونا اي نقالا كو بحيان سو مالي لان سيدا ولدنا دانتو بدي دانتو اني هوس وصول لابتان شان تاجب ارتويعي كسو قارتي دقال كي اي لقالين غير لاس عانو دقال كي غير لاس عانو لقالين انو سي قدبو قال يردي غير لاس عانو وي دبال دقيان وعنو دبال دقيان قوشة اي مالمه اللي صوت نافي مالين با مالين كا كدن بيسا سي قاريين انكستو وحال لغا قولي سنة يو وحا قولي سنة يبا اي داد سومالي يديهين كوا كود لمانا يو كوا كود لا وعما يا نرع كستبانا انا نكو فرح سنين اي حانو جينيسو اي تمغينيسو لكن سومالي دو وحي تيرا هذا
gardarro garba male gardarrada waa lagu jaba dad masakiin ah ayaa weerar lagu qaaday oo la dhibaateeyo la xasuuqay eelashii laga dumiyay korontadii laga dumiyay ganacsigii laga burburiyay masaajidii lagu duqeyay magaaladina laga qixiyay taasina waa dhibaato kale oo oo ay geysteen maamulka Soomaaliland aanu gudbe meel hadii lagu kala tagi rabo meel hadii lagu kala tagi rabo madaxa laga siibaa horta gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland wakiilada haddaad maqasho waa golaha shacabka oo kale tood shacabkay wakiil ka yihiin meeshan annagu ka adeegsanno golaha shacabka oo shacabka matala ayagu golaha wakiiladay ka adeegsadaan wakiil shacabka wakiil ka yahay gudoomiyihii golaha wakiilada Soomaaliland maantay fagaaro istaagay waana ka soo horjeestay waxa ka socdo laascaano ee maamulka Muuse Biixe oo ku dhaqmayo wuxuuna cadeeyey inuu dadkiisa garab taagan yahay ahayna koore iyo Mahad Cabaash oo kaleeto oo laba horgal ah shacabkoodana in la laayo diyaar u ah waxa kaleeto oo aragtaa maamul marka uu burburi rabo ama dowlad markay burburi rabto guud ahaanba dadka ayaa la yiraahdaa maxaad u hadashay dadka ayaa la yiraahdaa maxaad u hadashay waxaa maalin hore si riyaalati ah u hadlay oo muuqaaladiisa idiin soo gudbiyay xildhibaan maxamed abiib cabdi oo ka hadlay musuqmaasuqa iyo eexda qabyaaladda xasuuqa ka socoraya laascaano maantay ayuu marka la hadlay golihii wakiiladana ganaaxay ugu dhufteen maxaa u hadashay laakiin nasiib darradu waxay tahay go'aankaas ayaga kama soo fulin amar ayaa la dul dhigay ayaa la yidhi maxamed abiib sidee u hadlay oo xaqiiqda uga faallooday maxamed abiib waxaan leeyahay geesi geesi dhalay oo ka dhex muuqdo ayaa tahay adiga iyo xildhibaan barqad jaamac batuumba waxaan idin leeyahay laba libaax oon laga dhiginaa tihiin aad iyo aad ayaad matalaadiinni uga soo baxdee waajibkiinnina u gudateen shaqo wacanaan idin leeyahay Muuse Biixena waxaan leeyahay fashilkaagi meeshaana uba ku soo gabangaboobayba waa dhammaatay hawshaadi waa dhammaatay wax kaleetoodoo lagu yidhaahdo maanta ma jiraan wax hadal aan kugu khasaar shaahi ma jiro gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaalilandna waxaan leeyahay beri horaa lagaa rabay laakiin caana daatay dabadood ayaa la caymiya intaas ayaan kaaga mahadcelinayna adigana waa ku mahadsan tahay reer sool guud ahaan dhulbahante faqashinni madhibaan ayagana waxaan leeyahay meel fiican ayaad ku socotaan hawshiinnu aad bay u wanaagsan tahay qadiyadiinood adkaysataan qarannimadood u hiilisaan midnimo soomaaliyeed ood ku sii socotaan ayaan idinka rajaynayaa maamul aad leedihiinood dhisataan ayaan idinka rajaynayaa haddii allah awood daliyo oo ogolaado guul iyo gobannimo waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaga sheer garayso leegna saarto beejkayga abwaan garaad Nuur Xuseenna aad falowda ku soo qabato.